اهلا بحضراتكم من جديد. خلينا نبتدي كالمعتاد باهم الاحداث اللي حصلت امبارح. نبتديها اول اخبارنا مع سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي التقى امبارح في ابو ظبي مع الشيخ محمد بن زايد رئيس دوله الامارات. اعرب الرئيسين عن اعتزازهم بالعلاقات الاخويه الوطيده بين مصر والامارات على مستوى القيادتين وبين الشعبين الشقيقين، واللي بتنعكس على التنسيق الوثيق بين الدولتين بهدف دعم استقرار المنطقة العربية، خصوصا في المرحلة اللي بتتزايد فيها التحديات دوليا وإقليميا. بكل تأكيد كمان من ضمن الأخبار اللي حصلت امبارح، دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتمع مع أعضاء غرفة الصناعات الغذائية، وأكد أن اللقاء ده بيأتي استكمالا لسلسلة الاجتماعات المتتالية اللي بيحرص على عقدها مع أعضاء الغرف الصناعية، وده بغرض الاستماع إلى مقترحاتهم والتعرف على رؤيتهم والتي تسهم في دعم الصناعة الوطنية بهدف زيادة الإنتاج والتصدير. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها أن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى امبارح في أبو ظبي مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وأعرب الرئيسين عن اعتزازهم بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر والإمارات على مستوى القيادتين وبين الشعبين الشقيقين، واللي بتنعكس على التنسيق الوثيق بين الدولتين بهدف دعم استقرار المنطقة العربية، لا سيما في هذه المرحلة اللي بتتزايد فيها التحديات دولياً وإقليمياً. أيضاً تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، خاصة ما يتعلق بتنشيط التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري، بالإضافة لتعزيز التعاون في العديد من المجالات التنموية بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين. كمان تم استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وتوافق الزعيمان على مواصلة الجهد المشترك للدفع نحو تسوية الأزمات القائمة في المنطقة بما يراعي مصالح الشعوب العربية ويعزز التضامن العربي ويحقق الاستقرار والرخاء في المنطقة. امبارح اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بأعضاء غرفة الصناعات الغذائية، وأكد مدبولي أن اللقاء ده بيأتي استكمالاً لسلسلة الاجتماعات المتتالية اللي بيحرص على عقدها مع أعضاء الغرف الصناعية للاستماع لمقترحاتهم والتعرف على رؤيتهم اللي بتسهم في دعم الصناعة الوطنية بهدف زيادة الإنتاج والتصدير. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية. خلال الاجتماع تم استعراض المخطط النهائي لمشروع إحياء وتطوير حديقتي الحيوان والأرمان بمحافظة الجيزة، واللي بيراعي زيادة عدد فصائل الحيوانات المعروضة من 71 ل 186 فصيل، مع زيادة المناطق الجاذبة للزوار من 3 مناطق حالياً ل 14 منطقة، فضلاً عن إقامة مراكز تعليمية بهدف تعليم الأطفال من مختلف الأعمار وإضافة جزء ترفيهي ليهم. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة جهود تيسير وتحفيز الاستثمار بالمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، وأكد رئيس الوزراء أهمية مواصلة الجهود المبذولة لتيسير وتحفيز الاستثمار خصوصاً في المناطق الصناعية في ظل اهتمام الدولة البالغ بهذا القطاع، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لدفع عجلة الاستثمار في المشروعات الصناعية المختلفة بهدف توفير فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظات. كمان امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عقد اجتماع استعرض فيه تفاصيل التركيب المحصول للموسم الزراعي 2022-2023 والسياسات الزراعية لموسم 2023-2024، وكمان تم مناقشة آليات تحفيز المزارعين وتفعيل الزراعات التعاقدية خاصة في المحاصيل المستهدفة، وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة التنسيق الكامل بين مختلف الأطراف المعنية بهدف تفعيل الزراعات التعاقدية نحو المحاصيل المستهدفة وسرعة الإعلان عن الأسعار الاسترشادية للزراعات المستهدفة وعلى رأسها القطن والذرة بما يسهم في تحفيز المزارعين. أما بالنسبة للأخبار اللي حصلت في المحافظات، فبورسعيد مثلا تم طرح فيها 4 مجمعات صناعية جديدة لصغار المستثمرين. في البحيرة تم افتتاح معرض أهل المدارس في مركز ومدينة كفر الدوار. أيضا امبارح جامعة اسكندرية نظمت قافلة طبية لمدينة برج العرب لخدمة أهالي المنطقة، وفينا تم الإعلان عن توفير تمويلات ل 7984 مشروع للشباب خلال العام الجاري. خلينا نتابع التفاصيل في التقرير اللي جاي.
محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في بورسعيد تم طرح 4 مجمعات صناعية في أنشطة مواد غذائية، غزل ونسيج، ملابس جاهزة، بتروكيماويات وأنشطة هندسية. في البحيرة تم افتتاح المعرض السنوي لمستلزمات المدارس أهل المدارس بأرض المستقبل بكفر الدوار، وده في إطار الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع والمستلزمات المدرسية ذات الجودة العالية والأسعار التنافسية لتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور. في شمال سيناء تم تنظيم القافلة الشاملة للأسر الأكثر احتياجاً اللي بتنظمها وزارة التنمية المحلية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ضمن مبادرة قطار الخير. بتضم القافلة 7000 كرتونة مواد غذائية و1000 كرتونة حلوى المولد النبوي الشريف و1000 شنطة مدرسية شاملة الأدوات المدرسية بجانب 4 أطنان من اللحوم البلدي. في جامعة الإسكندرية تم تنظيم قافلة طبية علاجية شاملة لمنطقة برج العرب لخدمة أهالي المنطقة، واستمرت أعمالها لمدة 6 أيام، وبلغ إجمالي عدد الحالات اللي تم الكشف عليها خلال فترة عمل القافلة 974 حالة في مختلف التخصصات الطبية، وتم تحويل 40 حالة لمستشفيات جامعة الإسكندرية لتلقي العلاج الطبي المتخصص. في بني سويف أعلنت مديرية الصحة قيام إدارة القوافل بتنفيذ قافلة طبية بتضم 7 تخصصات هي البطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الأسنان، الجلدية وتنظيم الأسرة، وتم الكشف على 1348 مريض وصرف العلاج ليهم بالمجان مع تحويل 3 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج. في كفر الشيخ أعلنت مدينة دسوق أنه تم الانتهاء من تطهير 7 محطات للصرف الصحي من إجمالي 13 محطة، ده بالإضافة لتطهير الخطوط الرئيسية والفرعية، كما تم بدء العمل على تطهير جميع صفايات الأمطار بشوارع دسوق والانتهاء من 240 صفاية أمطار. في البحر الأحمر وصلت القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة أعمالها بإجراء الكشف الطبي على أهالي القرى المختلفة بالبحر الأحمر. وصلت القوافل لقرى مدينة مرسى علم وتستمر فيها لمدة 2 يوم، وبيتم إجراء الكشف الطبي وصرف العلاج خلالها مجاناً على مواطني قرى المحافظة. في قنا أعلنت المحافظة أنه تم تمويل 7984 من المشروعات الصناعية والتجارية الصغيرة والمتناهية الصغر لشباب الخريجين من أبناء المحافظة بإجمالي مبلغ 67,035,000 جنيه، وده من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس الماضي. في البحيرة قامت مديرية الأوقاف بتسليم 2500 شنطة غذائية لمديرية التضامن الاجتماعي لتوزيعها على مستحقيها من الأسر الأكثر احتياجاً بنطاق المحافظة، وده ضمن جهود محافظة البحيرة للاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً وتوفير الدعم اللازم ليهم.